السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم جديد فريق حسنية أكادير. يسعى فريق حسنية أكادير لكرة القدم إلى تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بانتداب بعض اللاعبين لسد مراكز الخصص في الفريق. ومن المرتقب أن يدخل حسنية أكادير في مفاوضات جدية مع نظيره الوداد الرياضي للاستفادة من خدمات صانع الألعاب إسماعيل المترجي على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم. وأكدت مصادر صحفية أن حسنية أكادير يراقب لاعبه السابق جلال الداودي والمتواجد حاليا بمدينة أكادير، والذي أصبح حرا بعد فسخ عقده مع اتحاد طنجة في وقت سابق. ويسعى عبد الهادي السكتيوي مدرب غزالة سوس إلى تعزيز صفوفه قبل موعد استئناف الدوري المغربي، وذلك للاستعداد الجيد لمرحلة الإياب.